الرحمن الرحيم. باسمي وباسم جميع مكونات جمعية تربية التلامذة لكرة القدم النسوية، كنحيي الجمهور اللي كان حاضر معنا في هذه المباراة النهائية اللي جمعت بين أمجاد التلامذة وأماتي زنيد. كنشكر الناس ديال العصبة السوس على هذا التنظيم، كنشكر جميع الفعاليات الرياضية والصورات المحلية، كنشكر يعني أمهات وأولياء الآباء ديال البنات ديالنا اللي سمعوا لي خلاو بنا نوصلوا لهذا المستوى هذا. وكنوجه تحيه للمجلس البلدي على الدعم ديالهم للمشروع، وكنشكر كل واحد كيعرف باسم جمعيه امجاد التلامذة، وكنقول لهم حنا ان شاء الله كنحاولوا نستمروا في النيفو ديالنا، وان شاء الله بنا نقدر يعني يكون ما هو احسن. وتحيه خاصه لجميع النساء امهات صديقات يعني المراه المغربيه والمراه الاسلاميه بصفه عامه. ما هو السر في هذا طريقه اللعب ديالكم؟ يعني الجميع الجمهور استحسنها، الجميع اللي كان حاضر اليوم في الملعب يعني كان اعجب بطريقه باش كتلعبوا، واش هو السر؟ الحمد لله، يعني هذا من فضل الله ومن فضل الله يعني مجد البنات تاعنا اللي كي التدريب كتكون عندنا تدريب مكثفه، المدرب كيسعى دائما وكيقول لك يعني ماشي الهدف اننا نسجل اهداف كثيره وانما لعبوا يعني دقه دقه كما تنقولوا تيكي تاكا. الحمد لله يعني تجربه يعني من 2006 وحنا كنمارسوا وغالبا البنات تاعنا يعني كان داك الانسجام، وكان يعني النيفو تاعنا كيبين بان كنستحقوا المكان اللي كاينين فيها. وإن شاء الله يكون خير.